مرحبا بكم مشاهدينا في برنامج بداية وحلقتنا اليوم من مدينة كلباء. مطعمنا اليوم غير، لا هو برجر ولا هو باستا، مطعمنا اليوم شعبي مع برزة الفريج وصاحب المطعم جاسم الجداع. حياك الله ويانا جاسم. مرحبا على أخوي، حياكم الله ونورينا ما شاء الله. الله يحفظكم. النور نورك طبعا. بداية جاسم خبرنا عن نفسك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على حضوركم لمطعم برزة الفريج. البداية كانت مثل ما تقول هواية. حلو. الواحد يعني كانت عندك هواية وقلت تبغى تنمي. وما شاء الله كنت أنزل يعني طبخات خفيفة شي في الانستغرام. بدايتك متى كانت؟ هل كنت في سن يعني صغير؟ لا والله بدايتي يعني كانت يعني واحد من كان صغير، كان شوية عنده بس يمكن من 3 سنوات أو 4 سنوات. حبيت هالشيء. حبيت هالشيء. جميل. وبديت عاد أدخل في يقولون الجد يعني شوي. جميل. فمرة جالس فقلت خلني أطبخ، طبخت نزلت على موقع انستغرام أشوف فيه تفاعل كبير ما شاء الله من الجماعة. مرة عن مرة فقام يبكي الوفاء وقام مستمر. جميل. فبدت عاد تشجيع من الشباب، من الأهل، من الوالد، يلا افتح لك مطعم، سوي لك شيء دامك انك يعني حاب هالشغلة. جميل. فالحمد لله خطينا اول خطوة يعني. الحمد لله طبعا ها شيء مميز يعني ان الواحد ما باكب الموضة يعني حين تعرف انت المطاعم في انتشار كبير. نعم. فانت بديت هالشيء لانه هوايه منك انت. نعم. وبدعم من جماعتك واهلك وربعك، فهالشيء طيب. بالنسبه لما خلينا نقول اول ما قررت انت اتخذت قرارك انك انت تفتح المحل، هل واجهت مصاعب؟ هل واجهت تحديات؟ والله هو كل مشروع لازم يكون فيه شويه مصاعب وفي تحديات. صحيح. هو النسبه الكبيره كان في تحدي يعني. تحدي بيني وبين نفسي. جميل. كان عندي مشروع قبل وما مشى، مشاريع ثانية. حلو. ولكن هالمشروع أنا كنت مصر عليه لأن أنا حبيت الشغلة وقمت يعني أتقن الموضوع. حلو. فقلت أنك أنت بتبدع فيه أكثر. هنا. حلو. والحمد لله يعني خطيت هاي الخطوة بالداية يعني، حتى تأخرت في فتح المطعم المهم يعني مثل ما يقول الظروف يعني. حلو. فمن فتحت الحمد لله شفت فيه إقبال من يعني الناس. انت شفت الاقبال من الناس. نعم. جميل. نعم. في مصاعب في البدايه يعني، كيف تاخذ الاوردرات، كيف تقدم، كيف تسوي. حلو. بس الحمد لله مع الايام بدينا نمشي الحمد لله، فالامور طيبه والله. جميل. الحمد لله. وبدايه انت اول ما بديت هذا، هل جات لي ناس عندهم خبره في مجال المشاريع؟ هل سويت دراسه جدوى مثلا، او لجات لي حد يعني يفيدك بهالموضوع؟ والله بالنسبه للمواضيع هذه يعني كان في تشجيع مثلا من الشباب يعني، بس انك شيء ان الواحد مثلا يعطيني من عنده ويخبرني امور وتفاصيل يعني. كواحد عنده خبره يعني؟ لا والله انا بروحي يعني، حتى دراسه جدوى دخلت على مواقع الانترنت وبديت اخذ يعني. جميل. ادرس الموضوع بروحي يعني، ثقفت نفسك بنفسك. أيوة. وبديت خذيت وبديت اسوي دراسه جدوى كامل يعني. من الصفر الى بدايه افتتاح المشروع يعني. ما شاء الله. جميل. بس في امور يعني واجهتني مثلا كحسبه، اني انا ما عندي الخبره الكافيه يعني. أنا كيف تحسبها؟ كيف احسبها؟ بس مع بديت في الموضوع لا شفت ان في فرق يعني. الواحد انه قاعد يفكر بس اني انا اسوي غير هو يشتغل. يشتغل. نعم. بس الحمد لله قدرت اتغلب على المواضيع هذه. حلو. يعني في عندي دعم الوالد ما شاء الله عليه، ما مقصر الحمد لله. يعني في غيابي انا او في حضوري. جميل. انا اعتبر المطعم مطعمه هو يعني. جميل. هو اللي متواجد بشكل كبير هنا كاشراف وكاشراف كحسابات كامور ثانيه. حلو. عنده كل شيء. بالعكس هذا شيء طيب يعني. هذا اني انا مرتاح من هالناحيه انه هو مش مقصر في الموضوع هذا يعني، خاصه ان الواحد يعني ظروف العمل انه مش موجود هنا بشكل عام. فالحمد لله اني مطمن والحمد لله. طيب الحمد لله. انزين جاسم، بالنسبه لي اختيارك للاكلات الشعبيه، هل انت في مطعم برزة الفريد مختص فقط في الاكلات الشعبيه؟ انا اتجهت للاكلات الشعبيه لان ما شاء الله الحين الكل بشكل عام يفتح برجر. اي صحيح.
بس أنا ميولي بشكل ثاني يعني مختلف. جميل. وخاصة نحن عندنا يعني في هاي المنطقة يعني ما عندنا اللي هو التقديم مثلاً الأكلات في صيانة مرتبة، عندك عزومة أنا أرتب لك كل شيء. حلو. فالأكل الشعبي اللي أنا انجريت له يعني الكل فاتح برجر قلت لا أنا ميولي شيء ثاني. تبغى تختلف شوي. أنا أبغى أختلف عن الأمور هذه. وشفت رغبتي أكثر في الشعبي. يعني أنت حبيت الشعبي وقلت تبغى تطور من الشعبي. أطور هذا من الشعبي. هي نعم يعني إني أنا حطيت فكرة معينة. حلو. أن يكون الأكل الشعبي متوفر بشكل اللي هو التقليدي التراثي يعني حتى في الصياني في التقديم في الصحون من كل شيء من كل شيء الحمد لله. أنا بديت يعني حاب الشغلة هذه يعني مش حاب المودرن يعني ممكن أدخل شيء بسيط ولكن بشكل عام أنه حاب أن أنت تواكب الأمور الشعبية نعم أكون مختلف شوي يعني جميل جدا. وبعد ما فتحت هذا قلت لي الإقبال كان طيب الحمد لله. هل عندك توصيل مثلا للملازل؟ هل والله توصيل الوجبات يعني هذه من احد الصعاب اللي انا قاعد اواجهها انه مش متوفر حاليا عندي التوصيل. حلو. ولكن قادر نتعامل مع ناس. جميل. يعني حتى اني اقدر اوصل لك وين ما تبغى انت الطلب. ف المندوبين موجودين بشكل عام ولكن يعني شيء خاص للمطعم مش موجود. لا حاليا مش موجود. ما فكرت تلجأ مثلا لطلبات هالمواقع الحين الجديده اللي فيها التوصيل وكذي؟ والله انا قاعد افكر في الموضوع اني انا التجئ للطلبات او كذا ولكن انا عندي اللي هي الصيانه هذه انا قاعد افكر بمشروع اكبر من كذي. حلو. قاعد افكر في سيارات خاصه للتوصيل اللي فيها حفظ الاكل يعني نفس ما يكون في سيارات مبرده هذه يكون نفس الهيتر يعني ان الاكل يوصل لك وين ما تكون بنفس الحراره طلع من المطعم لين ما يوصل لعندك بنفس الشيء. ولكن على الطلبات البسيطه هذه مرات نحن اخواني موجودين. حلو. اي نعم حتى انا يعني اذا موجود اوصل. جميل. يعني اشتغل. هذا 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 شيء طيب لان الكل مبادر والكل على ايد وحده. هذا بالعكس طيب. يعني انا في ناس مثلا حتى يتصلون يقول لا نحن مثلا ما نبي نكلف عليك ولكن هذا شغلي انا. صحيح. اذا انا ما تعبت عليه ما حد راح يتعب. يعني موضوع التوصيل صار كخطه مستقبليه. اه نعم ان شاء الله. وبالنسبه للاستاف اللي موجود في المطعم هل هو كافي او انت تشوف انه لا والله انا مش كافي عندي يعني انا بديت بعدد قليل اللي هم من ثلاثه ولكن ان شاء الله في خطه هنا جايه عندي لا في توسيع المكان وترتيبه اكثر وزياده عدد موظفين ان شاء الله. جميل. خلال 6 شهور هذه ان شاء الله راح يكون بشكل غير طبعا برزة الفريج هو الفرع الوحيد يعني اللي موجود في مدينه كلباء ما في افرع ثانيه في مدن الشرقيه يعني لا حاليا هذا هو الفرع الوحيد وان شاء الله اذا الله قدرنا نفتح فرع ثاني ان شاء الله يكون في اماره الشارقه. جميل. ان شاء الله هاي الفكره الثانيه بس حاليا بس نوقف المطعم هذا على ريله إن شاء الله بالكرو اللي متواجد إن شاء الله الخطوة الثانية تكون أسهل من الخطوة الأولى بشكل عام بإذن الله. وبعد ما استمريت بعد ما انطلقت أنت حاليا كم كملت من افتتاح المطعم حتى الوقت الحالي؟ والله حاليا ما يقارب اللي هو سنة ونص. هل شفت فيه كمطاعم شعبية ثانية شفت فيه تنافس؟ والله التنافس موجود موجود ما شاء الله في مطاعم فتحت كشعبية أو موجودة من قبل برزة الفريج يعني الحمد لله نحن قدرنا يعني إن نحن ننافس يعني ننافس أو نجاريهم بحكم كل واحد يتميز بأكله أكيد طبعا. إيه نعم أنا شخصيا إني أنا أطبخ بنفسي. جميل. إيه نعم. وهاي شيء قد نفتقده يعني في بعض المطاعم الثانية شعبية كانت أو حديثة. يعني حتى ما شاء الله لما يجون مثلاً الزباين وكذا يتفاجئون إن مثلاً يشوفون راعي المطعم نفسه أو إني أنا بنفسي حتى أقدم لهم الأكل. جميل. أو إن أشوف طلباتهم وكذا وحتى لو في أشياء يعني في الأكل أو في ملاحظات عنها. أنا بروحي أشرف عليها. جميل. نعم. فهذا التنافس لازم أنت تكون يعني تشتغل بتعبك. أكيد طبعًا. تشتغل بتعبك عشان أنت توصل اللي أنت. عشان توصل الهدف اللي أنت. اللي أنت نعم حاطنه في بالك. طبعًا.
طبعا مستمرين في الحديث اخوي جاسم معاك، بس راجعين لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا مع برزة الفريج. اخوي جاسم، اكثر شيء لافتني ومخلني مستانس وايد على المطعم الديكور. نعم. كيف جتك الافكار؟ كيف من وين جبت افكار الديكور هذه؟ والله هذه الافكار افكار من عندي، يعني قاعد شو اسوي، ما ابى يعني يجيب حد هو يشتغل، حلو، ابى يكون بسيط بشكل عام. جميل، صحيح. فبدت الفكره من عندي، قاعد حطيت الليت هذا. هي. لا تشو حاط شو مركب، قلت له اللي انا حاطه. فبدي ليت يبين مكسور والكلام والكلام يعني ملفت وكله يعكس نعم ايام قبل عدنا، ايام الحياه البسيطه اللي كانت قبل. فبعدها عندي بعد ما شاء الله اختي فكرت في الموضوع، رسمت لي لوحات. هني هذا المكان تعاملت مع احدى الخوات ما شاء الله عليها اخت ابداع، ورسمت لي الرسمات هذا، وزاد ما شاء الله من المكان جمالي يعني. فالخطوه الجايه ان شاء الله نعدل قسم العوائل ان شاء الله، يكون في بعد ان شاء الله شغل افضل من اللي موجود باذن الله. يعني في قسم عوائل ان شاء الله بيكون موجود، حاليا موجود القسم ولكن ما خلصنا فيه يعني بالشكل الكامل. جميل. قاعدين شغالين فيه ان شاء الله. الله يسلمك. بالنسبه للاقبال، شو الفئات العمريه اول شيء بالنسبه للشباب اللي تشوفهم يجون؟ هل هم كبار في السن، شباب او شياب، شو يكونون؟ والله الفئه العمريه لا الحمد لله ان عندنا يعني كبار في السن، وعندنا الوسط، عندنا الشباب. بالعكس انت لما يجيك يعني كبار السن تفرح، تفرح اكيد ان يتذكرون الاشياء القديمه اللي كانت، هم خاصه انهم عاصروا هذا. نعم، عاصروا هالسوالف. فبالعكس يعني ان الكل اللي موجود الحمد لله من الاعمار الفئات الكبيره يعني والصغيره متنوع. نعم، الحمد لله. جميل جدا. بالنسبه لي الخدمات اللي تقدمها، هل دائره التنميه الاقتصاديه قصدي انا، هل شفت تسهيلات او مصاعب واجهتك في اثناء يعني حصولك للرخصه؟ والله الجماعه بشكل عام يعني التنميه الاقتصاديه لا ما قصروا، يعني ان يخلصون معاملاتنا الامور هاي تمشي بسرعه. بالعكس كتعامل يعني كامور تخلص فيها بسرعه الحمد لله، يعني ما يقصرون اللي هناك متواجدين. وبالنسبه لي ذكرنا قبل شوي ان الاقبال من فئه الشباب متفاوت، يعني الفئات العمريه متفاوته. خطر في بالي سؤال ثاني اللي هي طريقه التقديم، انت كيف تقدم الطبق؟ هل تقدمه بطريقه مميزه يعني؟ والله نحن نستخدم البساطه في تقديم الاكل، يعني حتى الصحون اللي نقدمها هي قديم يعني شكل القديم، شكل القديم حلو. ولكن عندنا نحن تميز حق الصيان العزايم ما شاء الله، عندنا نحن في الويكند يعني بشكل عام طلبات على الصياني، الصيني ياتيك مجهزه كامل يعني من السلطات من الملحقاتها يعني الامور معاها وشكل الصينيه، يعني عندك عزيمه انت ما تتعب. حلو، خلي الموضوع علينا وفالك طيب. الله يعطيكم العافيه. يعني انتم تغطون عزايم مثلا؟ نعم نغطي، يعني نحن يعني تعبت الجمعه تكثر اكيد التجمعات هنا. نعم. فالحمد لله عندنا اقبال كبير يعني في الصياني. جميل. نحاول نحن كثر ما نقدر نحن نقدمها بالصورة الحلوة الجميلة بالشكل. وشو الخطط المستقبلية؟ شو اللي انت ياس تشوفه انك انت تحتاجه في المستقبل، يعني شيء ضروري انه يكون موجود؟ والله انا ان شاء الله باذن الله تعالى خطة المستقبلية ان انا اكبر هالمكان، ارتبه من جميع النواحي. ابغى يكون في قاعدة شعبية حلوة جميلة ان الواحد يرتاح فيها. مثل ما ذكرنا قبل زيادة عدد الستاف، الأمور هذه كلها إن شاء الله حاطنها في بالي، ولكن يبالها فترة شوية، تحتاج وقت لما تحقق الأهداف اللي بإذن الله تعالى. للموقع جاسم أهمية كبيرة، هل أنت تشوف أن الموقع أسعفك أو ما أسعفك يعني في من ناحية الإقبال للمطعم؟
أول شيء الحمد لله يعني أنا قبل ما أفتح المطعم كان عندي زباين، كان عندي متابعين. كموقع هو لازم يكون موقع يعني مناسب إن الواحد يفتح فيه، ولكن من عدد المتابعين واللي هي الترويج كان عندي قبل، يعني كنت أنا شغال في البيت. حلو. هنا عم بشكل مبسط. حلو. فهذا الحمد لله ساعدني على. يعني كان عندك متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. وهذه لهم. نعم. اللي يوك. هذه لهم اللي الحمد لله يعني كانوا عارفين جاسم، عارفين شغلة. حلو. هذا هم اللي شجعهم وعرفوا الموقع يعني. حلو. بشكل عام يعني جازم انت تغلبت على التحدي من ناحية الموقع انك تجذب فيه الزباين بانه كان عندك متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. بس كيف قمت بالترويج للناس اللي هم مش متابعين يعني عشان المطعم؟ والله بالنسبه للترويج الزباين اللي كان عندنا ما شاء الله كل واحد يصور يعني انت تعرف. حلو. الصوره تنتشر بسرعه. صحيح صحيح. نعم هذه كانت يعني ترويج قوي كان حق المطعم. انا ما سويت دعايه يعني حملة دعايه يعني المطعم بشكل عام ما عملت. حلو. ولكن الناس هم اللي ساعدوا، هم اللي يجون هم اللي يصورون ويدلون. نعم. بعضهم. والمشاركات يعني كانت لي مشاركات بسيطه في في عيد الاتحاد في الايام هذه المناسبات هذه هي بعد عطت المطعم يعني الناس عرفوا من المطعم وتعاملهم مع المطعم. هل في طبق يتميز فيه برزة الفريد؟ والله احنا عندنا الحمد لله اللحم المشوي. الطبق هذا ما شاء الله كل شغال عليه. انت تعرف ان اللحم المشوي اكله شعبيه في الامارات والاكلات البحريه بشكل عام. حلو. وعندنا الدياي المشوي بعد، هذه الاكلات اللي يعني اني انا اتعامل معاها على الشعبي البحت يعني. حلو. هنا عم مختلف مثلا عن المطاعم الاخرى اللي هي يكون الاكل تقليدي يعني بشكل يعني بشكل عام. حلو. ولكن احنا يعني الجمعه اللي طافت يعني زبون بس يبغى اللي هو مثلا الدياي المشوي او اللحم المشوي، واقول له خلاص يعني ما شاء الله كان عندنا ضغط في الموضوع. حلو. فيقول لي انا وين اجيب يعني مثلا ها. فاقول له مثلا ذكرت بعض المطاعم، قال له انا ابو من عندك تتصرف. فالحمد لله يعني دبر حالك اعطيني. نعم. فالحمد لله اللحم المشوي شغالين عليه بشكل عام. يعني هو افضل والله مش هي اذواق عند الحين الشباب. فئه الشباب ما شاء الله شغالين على البحر. عندنا صينيه البحر اللي هي حاليا الطوابق يعني. حلو. تجيك مشكله من جميع الاشكال. انا هاي مره علي وشايف فتره، وخاصه ان هذه الحين في الوقت الحالي تقريبا شبه منتشره يعني. نعم. وخاصه في ايام الجمعه بعد تشوف الشباب. نعم. وربعك هذول كلهم مصورينك ما شاء الله. هو كبيرة. الناس حاليا راحت على الشكل العام. صحيح. هنا ولكن الحمد لله نحن بالشكل والطعم الحمد لله رب العالمين. هو الشباب ما شاء الله شغالين عليه. جميل. نعم. طبعا مثل ما تذكرت ان الشباب الاغلبيه يجون عشان تصوير، خلنا نقول عن المطاعم الجديده. نعم. ليش يروح يبي يصور؟ نعم. كوفي ولا كافي شوي لاعبين فيه وكلمتين ثلاث فيه بيصوره ويمكن حتى. نعم. طعمه مو اوكي. نعم. فانت ما تواجه اتوقع من هالمشكله يعني عندك من الزباين يعني. انت الزباين اللي يجونك اتوقع جايين عشان. نعم. ياكل ويروح يعني. نعم احنا الحمد لله رب العالمين الزباين اللي موجودين عارفين يعني. وفي ناس هذه لهم اساس المطعم يعني. الحمد لله من فتحت لليوم هم يعني موجودين. حلو. بالنسبه للاكل البحري اللي يفوالي، هل انت تستورده من مكان نظرا ان مدينه كلبا اصلا مدينه مطله على البحر؟ نعم. مدينه ساحليه. فعادي يكون ان انت اصلا تطلع بحر وتصيد وتجيبه حق شو اسمه يعني لمطعمك يعني، هل فكرت تسوي هالشيء مثلا؟ لا والله بالعكس، نحن الحمد لله ان الاكل البحري فرش دائما السوق متوفر ما شاء الله، خاصة مثل ما قلت نحن مدينة على البحر يعني. فبشكل يومي أو شبه يومي نحن متواجدين في سوق السمك. جميل. نعم. يعني سواء أنا أو الوالد. إذا أنا كنت موجود أنا أروح الوالد بشكل عام يعني، حتى العمال اللي موجودين هناك عرفونا يعني. جميل. بشكل جميل. عام. جميل جدا. فالحمد لله رب العالمين
الأكثر الأغلبية يكون فرش. الحمد لله. نعم الحمد لله. جاسم نظرا لأنك أنت واحد تعتبر مكافح في هالشيء، أغلب الشباب اللي بدوا في المشاريع سوى دراسة جدوى ولجأ لي حد يدعمه ماديا وغيره، أما أنت خلنا نقول كافحت من البداية وكنت روحك وثقفت عمرك بنفسك لين ما وصلت اللي أنت حاليا فيه. شو تنصح الشباب المقبلين على المشاريع اللي هم خايفين مترددين أنهم يفتحون مشروع؟ نصيحتي للشباب اللي راح يفتح أي مشروع، الأفضل أنه يعمل دراسة جدوى بنفسه عسى بيثقف نفسه يعرف. مثلا أنا ممكن أكتب لك ولكن أنت ما عارف شو خبايا الأمور هذه، بس لما أنت تكتب بروحك يعني تطالع مواقع التواصل أو المواقع الإنترنت موجود فيها كل شيء، قاعدة توفر أنت تقدر عارف. تقرأ وتأخذ الأشياء المهمة اللي أنت تحتاجها. صحيح. تبدأ تبحث تقرأ أنت شو محتاج شو احتياجاتك. جميل. وغير هذا كله أنت لازم تكون موجود. صحيح. يعني انت ما تعتمد اعتماد على شخص ثاني. انا الحين مثلا انا عندي راس المال، عندي راس المال، ولكن انا جيت لفلان اعطيته المبلغ انا اباك تسوي لي هالشيء ورحت ورحت، هذا يعني اكبر خطا. ولكن صحيح. انا موجود عندي المبلغ، لو مبلغ قليل بس انا عارف كيف اصرفه. صحيح. عارف كيف انا اشتغل فيه. ممكن انا بديت في من الزيرو يعني الحين. انا ما اقول لك انا وصلت لمكان عالي، لا بالعكس، يعني انا الحين ممكن الخطوه الثانيه او الثالثه، بس اني انا عارف كيف انا قادر انك بديت امشي. صح. انا شو محتاج اليوم، شو محتاج باكر، شو محتاج بعد السنه. حلو. جميل. اذا انت فاهم كل هالامور ان شاء الله راح يعني بتعبك وتوفيق من الله راح توصل لي انت ان شاء الله. ولكن انا اسوي مثلا البيزات عندي تخسرهم في غمضه عينك. طبعا انا جدا شاكر لك اخوي جاسم على استضافتنا في برزة إن شاء الفريد. الله قبل ما نختم لازم نقدم لكم شيء، لو شيء بسيط إن شاء الله. الله يطول. ديفيد، كم بليز. Thank you brother. Okay thanks. إن شاء الله نقدم لكم لو شيء بسيط. الله يطول. من وجبات برزة الفريد. ما شاء الله. طبعاً أنا قبل لا أقاوم ما أقدر أقاوم طبعاً هالأكلات اللي بتراويني إياها. فوصلنا لختام حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام مع برزة الفريد، وخلكم معنا في الحلقات الجاية إن شاء الله. وعدنا هذه فوقها. ما شاء الله.